بعد النجاحات العديدة للمدرب الوطني في العديد من المناسبات، على غرار بطولة كأس الأمم الإفريقية والتي عرفت تتويج المدربين الوطنيين في آخر ثلاث نسخ، بالإضافة لقيادة وليد ركراك المغرب للمربع الذهبي في كأس العالم كإنجاز فريد في تاريخ العرب وأفريقيا، ختاما بقيادة الأرجنتيني ليونيل سكالوني منتخب بلاده للقب كأس العالم 2022 لأول مرة منذ 36 عاما. تعالت الأصوات في الشارع المصري بعودة المدرب المصري وبالتحديد العميد حسام حسن الذي تنعقد عليه الآمال لاستعادة أمجاد وبريق الفراعنة. مسيرة كروية استثنائية للعميد وشقيقه مع قطبي الكرة المصرية، الأهلي الذي توج معه ب23 لقبا والزمالك الذي حقق معه 10 بطولات من أصل 11 بطولة للقلعة البيضاء خلال 4 سنوات. العميد شارك في 300 مباراة مع الأهلي، سجل خلالها 142 هدفا ليكون ثاني الهدافين التاريخيين للقلعة الحمراء، بينما شارك مع الزمالك في 107 مباراة سجل خلالها 54 هدفا، وعلى المستوى الاحترافي سجل 15 هدفا خلال 40 مباراة مع بوك اليوناني ونيوشاتل السويسري والعين الإماراتي، ثم لعب العميد للمصري البورسعيدي لمدة موسمين وسجل معه 18 هدفا، والترسانة والذي لعب معه موسما واحدا سجل 6 أهداف قبل الاتحاد الذي انتقل إليه موسم 2007-2008 ولم يسجل معه أهداف، لتنتهي حصيلة حسام حسن التهديفية مع الأندية خلال مسيرته الكروية عند 235 هدفا. وعلى المستوى الدولي فحدث ولا حرج، حيث شارك العميد في 7 نسخ من كأس الأمم الأفريقية توج بثلاثة منها 1986 و1998 و2006، بالإضافة إلى أنه الهداف التاريخي للفراعنة ب 69 هدفا، فضلا عن أنه صاحب هدف التأهل إلى مونديال 90 في شباك الجزائر. مسيرة تدريبية استثنائية، ومن عند نادي الاتحاد السكندري الذي بدأ معه موسم 2007-2008 كلاعب ثم استكمله كمدرب للمصري البورسعيدي ونجح في إنقاذه من الهبوط آنذاك، محطات تدريبية عديدة للعميد. ففي الموسم التالي 2008-2009 تولى تدريب المصرية للاتصالات وفاز معهم بجميع المباريات ليساهم في إنقاذه مجددا من الهبوط قبل العودة لناديه الزمالك في الموسم التالي، والذي كان يعاني وقتها بتواجده في المركز 13، إلا أن حسام حسن سرعان ما ظهرت بصماته الفنية ليقود الفريق للمركز الثاني، ولم يتوقف عند ذلك حيث احتل القمة في الموسم الثاني له مع الأبيض حتى الجولة 27، حتى أنهى الموسم في الوصافة أيضا. في النهاية حسام حسن أثبت في مناسبات عديدة أنه مدرب استثنائي كما كان لاعبا استثنائيا، وهو ما جعل الأصوات تتعالى بضرورة توليه قيادة المنتخب المصري أملا في استعادة بريق الفراعنة والاستعداد لكأس الأمم الأفريقية 2025 والتأهل إلى كأس العالم 2026.